Top Secret. صباح الخير لكل مستمعين صوت الغد، معكم جيسي عبدو. اليوم حبيت خبركم سر بحياتي، وسري بحياتي هو البحر. ليش البحر؟ لأنه بحسه مصدر سعادة لإلي، هو بيعطيني الطاقة الإيجابية. إذا حتى في قرارات لازم أخذها بحياتي بطلع بالبحر وبفكر هونيك وباخد قراراتي هونيك، بحسه مصدر قوة لإلي. في أحلى من البحر يا جماعة؟ آخ آخ يا بحر شو بحكي لك. بتمنى للجميع نهار حلو.